أو بهجة، جاي يسمعوني شباب؟ نعم دكتور، سمعت. ماشي، نعم. إذا بهزت سندروم، بهزت this is the type of vasculitis طبعا اللي هي affecting mainly venules. venules اللي هو احنا عندنا the blood vessels تبدي بالarteries والarterioles والcapillaries، هاي اللي هي الarterial side، واللي venous side اللي هو يرجع البلد للهارت اللي هو من الفينز. الفينز هي الأوردة الكبيرة، والفينيولز هي الأوردة الصغيرة، مثل ما أكو عندنا كابيلاريز أو أرتريولز عندنا فينيولز. أوكي، إذن البهزة السندروم هو الفاسكولايتس، type of vasculitis inflammation of blood vessel wall affecting mainly venules. ماشي، الفينيولز في كل مكان طبعا، الفينيولز في كل مكان بالجسم. There is striking geographical distribution. طبعا هنا هذا الديزيز حقيقة هو ديزيز الحكر على المناطق البحر المتوسط. اوكي، وبعض الدول اللي مثل اليابان وإيران. اوكي، واكثر شيء المناطق اللي تقع على حدود يعني شمال العراق، تركي. طبعا هو هذا الشخص تركي بالمناسبه، هذا بهزت هو تركي الاصل واكتشف هذا الديزيز وسماه باسمه. The prevalence هو 100,000، الكل 100,000 اكو 5 الى 15 او 10 الى 15 شخص يكونون طبعا affected by بهزت in Japan. اوكي، لكنه النمبر will be increased to 80 to 300 in Turkey. يعني كل 100,000 شخص من السكان الأتراك ممكن نلقي 80 إلى 300 حالة من البهزة. لكنه اليابان طبعا النمبر قليل. إذا احنا نريد نسوي فد يعني مقارنة، there is a link to the HLA-B51 اليل. هذا طبعا association الهيومن ليكوسايت انتيجين association with B51 allele. okay، اللي هو split for antigen for B5. okay، طبعا الريسك يكون 5 to 10. دول البيشنتس اللي عندهم HLA-B5 يكون الريسك هو 5 to 10. طبعا احنا قلنا انه الفينيولز موجوده في كل مكان. That's why we have wide range of clinical features. Okay, the disease is characterized by unpredictable exacerbations. طبعا هو disease of remission and relapse. هذا disease بهزت هو disease of remission and relapse with unpredictable exacerbations. يعني ممكن المريض كل شيء ما بيه فجأة يصير flare up. يعني الحالة ما تتأزم في أي لحظة. There is no definite investigation. And the diagnosis is made depending on clinical criteria. نعتمد على الكلينيكال كرايتيريا أكثر شيء، لأنه ماكو فد specific or characteristic laboratory test for this disease. Generally, we have recurrent oral ulcerations. الأورال ulcerations هاي لازم تكون موجودة. Okay؟ الأورال ulcerations لازم تكون موجودة عند كل patient. كل ما مريض تشوفه انت وتشوف عنده oral ulceration we have to screen this patient for possibility of بهزت. okay، we have minor aphthous with major aphthous or herpetiform ulceration. الاشكال مال الالسريشن ممكن تكون aphthous مثل الضجاج او التقرح، وممكن يكون herpetiform على شكل الهربس. شلون الهربس اللي هي تكون بابيولز وحده يم الثانيه، هربتيفورم ulceration at least 3 times in a 12 month period. لازم احنا خلال سنه المريض هذا يجينا عده recurrent oral ulcerations اللي هي at least 3 times. اوكي، خلال السنه يلا نقول انه هذا البيشنت possibly have بهزت. In addition to this، هاي طبعا فيكست، قلت لكم انه الاورال ulceration لازم تكون فيكست. نضيف لها تو اوف ذا فالونج، عندنا ثلاثه
نختار وحده من عندهم، العفو اثنين من عندهم نجمعهم ويا الاول اللي هو الريكرنت اورال ulceration، راح يصير عندنا كلينيكال دايجنوسيس فور باسيت. شنو هو الدول الثلاثه واذا احنا لقينا اثنين من عندهم؟ ريكرنت جينيتال ulceration هاي 60 to 80%، اي ليجنز اللي هي انتيرير يوفيتس بوستيرير يوفيتس سيلز ان فيتريوس بالفيتريوس تشوف سيل اكو خلايا شوفها بالسلام سليت لامب اكزامينيشن اهل العيون طبعا دز المريض نقول له يا بروح لب العيون يشوفها يفحصها تحت الجهاز هذا السليت لامب مال اطباء العيون ممكن يشوف سيلز بالفيتريوس وممكن يكون ريتينال فاسكولايتس هاي اثنين اوكي واليوج والانفولمنت يكون يوجوالي بايلاترال بايلاترال اوكي بايلاترال اذا عندنا هسه اثنين من دولي البوسيبيليتيز هي ريكرنت جينيتال ulceration ريكرنت اور اي ليجنز ان اديشن تو باثولوجي تيست هذا السكن ليجن اللي هو الباثولوجي تيست طبعا هو رقم أربعة احنا مخلينه الباثولوجي تيست هنا انا 3 السكن ليجنز اللي هي اريثيما نودوزم اريثيما نودوزم هاي يصير عقد بالاطراف السفلى عقد يعني انت من تشوفها بلج ومن تخلي ايدك تحسها في التصلب تصلب على شكل نوديول باللور لمز اكثر شيء مرات تصير عندها رد اور اريثيماتس يعني ابييرنس فوق البلج هذا فد احمرار ومرات تندر طبعا اذا تطخها انت بايدك من تفحص المريض تمد ايدك تخليها شلون يعني تمسح على الجلد وتحس هاي النوديولز تكون تندر مرات يقول لك المريض اخ دكتور اذيتني هاي الاريثيما نودوزم هي اكثر شيء يصير باللور ليمبس سيدو فولوكلايتس ممكن وبابيولو باستولر ليجنز والاكني على شكل اكني نوديولز وميجراتوري ثرومبوفلابيتس and vasculitis هاي السكن ليجنز اللي احنا ممكن نشوفها ممكن تكون اريثيما نودوزم ممكن سيدو فولكلايتس ممكن بابيولو باستولر ليجنز وممكن اكني فورم نودولز وممكن مايجراتوري ثرومبوفلابيتس وممكن فاسكولايتس اذا كل السكن ليجنز هي بوسيبل بالبهزه الديزيز والاخر شيء قلنا البوزيتيف باثولوجي تيست اللي هو انفولفز انترا ديرمال سكن بريكينج with a needle a pustule develops within 48 hours تشخط الجلد مال المريض فد بن فد دمبوس طبعا حاولوا انه لا تستخدمون النيدل مالت السرنجه لانه تكون كلش حاده فممكن تجرح المريض وممكن يصير بليدنج احنا جربناها بصراحه بس انت شو تسوي تشخطها بن اللي هو الدمبوس هذا العادي شخطه بسيطه على الجلد مالت اليد مالته على الارم او الفور ارم وتنتظرها بعد 48 ساعه يعني يومين تنتظر وتقول للمريض تعالي بعد يومين انت اذا كانت بوزيتيف باثولوجي تيست شو تصير؟ تصير يعني فد باستول تمتد على طول البريكنج سايت اوكي هاي البوزيتيف باثولوجي تيست اذا احنا عندنا ريكرنت اورال ulcerations زائد اثنين من الاربعه دول اللي هم الجينيتال ulceration الاي ليجنز السكن ليجنز والباثولوجي تيست اذا حصلنا اثنين من دول ان اديشن تو ريكرنت اورال ulceration راح نعتبر انه احنا وي دايجنوست ا كيس اوف بهزه ديزيز اوكي ممكن we have other manifestations اللي هي self-limiting peripheral mono or oligoarthritis then arthritis ممكن يصير affecting knee, ankle, wrist, elbows, gastrointestinal symptoms, diarrhea, abdominal pain, anorexia, pulmonary and renal lesions, brainstem syndromes, organic confusional state إذا صار عندهم patient CNS involvement meningo encephalitis هاي كلها تصير هو قلت لكم اني انه هو vasculitis of venules الفينيولز وين ما كان صاير تكون بالgastrointestinal tract الفينيولز تصير بالسي ان اس الفينيولز تصير باللور لينز الفينيولز تصير بالسكن الى اخره تصير بالعين تصير بالماوث الى اخره اوكي okay? all the common manifestations are self limiting
ممكن كلها تروح الطين بس الاوكولر اتاكس. اذا صار اوكولر اتاكس لازم البيشنت شود بي تريتد يعني فيجرسلي بصراحه فيجرسلي. ريبيتد اتاكس اوف يوفيتس كان كوز بلايندنس. احنا نخاف من البلايندنس فاي بيشنت عنده يوفيتس لازم نعالجه بدقه وبتاني ومتابعه دقيقه. اما الاذر مانيفستيشنز كلها تروح سيلف ليميتنج. The pathology is highly specific to Behzet disease. Recurrent thrombosis can occur. Renal involvement is rare. Okay. هاي الأفطس ulceration. هاي major حقيقة أفطس. لاحظوها. كلش واضحة. Okay. Treatment. Steroid طبعا هي topical. ممكن نستخدم الاميونوسابرسنس. سايكلوسبورين ار يوز فور كرونيك يوفيتس. اذا اليوفيتس تستخدمها الاميونوسابرسيف ايجنتس. ان رير نيورولوجيكال كومبليكيشنز هم نستخدم الاميونوسابرسيف ايجنتس. كولتسين فور سكين ديزيز. اذا البيشنت عنده سكين مانيفستيشنز نستخدم الكولتسين. واذا كان عنده ارثرالجيا هم نستخدم الكولتسين. الثاليدوميد اللي هو 100 to 300 ملغ بير داي فور 20 8 days for oral and genital ulcerations. إذا البيشنت عنده oral والجنital ulceration نستخدم له الثاليدوميد. لكنه الثاليدوميد طبعا highly teratogenic فمن نستخدمه للpregnant ladies أو ladies who are planning for pregnancy. Okay. قلنا الجنital والoral ulceration نستخدم الثاليدوميد. Okay. Systemic manifestations require systemic steroids and immunosuppressive drugs. إذا patient عنده systemic manifestations نستخدم له systemic steroids and immunosuppressive drugs. لاحظوا إذا إحنا treatment in general we have steroids, immunosuppressive agents, thalidomides, and for systemic manifestations نستخدم immunosuppressive agents. خلصنا البهزت. We have osteomalacia. Osteomalacia بالكبار بالصغار يسحب لها ركت كي او الكساح. بالصغار الاطفال يسموها ركتس بالكبار يسموها اوستيوميليشيا. اذا الاوستيوميليشيا هي due to inadequate غير كافي and delayed mineralization. mineralization هو بناء العظم يكون بناء العظم delayed or inadequate. اوكي اذا inadequate and delayed mineralization of osteoid in mature compact and spongy bone. احنا we have two types of bone. عندنا compact هذا اكو spongy bone واكو compact bone. الكومباكت هذا اللي هي البونز الكبيره مثلا الفيمر هو compact bone. اوكي واكو spongy bones هاي السمول بونز ممكن. اوكي فعندنا اذا يصير inadequate or delayed mineralization راح يصير osteomalacia. major deficit is in the vitamin D. vitamin D which is responsible for maintenance or balance or metabolism of calcium. Calcium which is required طبعا for the يعني bone mineralization. طبعا الفيتامين دي راح يسهل absorption of calcium from intestine. Okay. الفيتامين دي لازم should be active. Okay. الفيتامين دي should be active. إذا كان inactive فيتامين دي راح ما راح يشتغل لنا على الابسوربشن maintenance of absorption of calcium through intestine. اذا decrease calcium stimulates parathyroid hormone. اذا قل الكالسيوم راح stimulation يسوي لنا للباراثورايد هرمون. الباراثورايد هرمون شنو شغله؟ يحاول يحافظ لنا على الكالسيوم يعني بالبلد كالسيوم in the blood whatever يعني the source of calcium. منين يجيبه؟ يجيبه من البون يجيبه من اي مكان اخر على مود يحافظ لنا على الليفل اوف كالسيوم. اوكي فالباراثورايد هرمون ويل انكريز كالسيوم بات اولسو انكريز فوسفيت اكسكريشن باي كيدني. طبعا يجيب الكالسيوم ويفرز يطلع لنا الفوسفيت هذا هو الباراثورايد هرمون. زين اذا كان الفوسفيت ليفلز ار تو لو اذا كانت الفوسفيت ليفلز ار تو لو يعني كلش قليله المينرايزيشن ويل كان ويل بي نوت اكر يعني cannot occur. Okay. إذا شوفوا لاحظوا أن الباراثورايد هرمون حقيقة هو ال blamed هرمون
in the development of osteomalacia. ليش؟ لأن هو يحاول يزيد لنا الكالسيوم بنفس الوقت يخلي لنا يسوي اكسكريشن للفوسفيت، وإذا كان الفوسفيت قليل راح المينرالايزيشن والنفر أكثر. إذن we have four categories of osteomalacia. And rickets can be identified based on the underlying cause. The first one هو deficiency of vitamin D. Okay, or defect with vitamin D metabolism. أي شيء يخص الفيتامين D، هذا الأول. الثاني hypophosphatemia، وإحنا قلنا أنه الفوسفات ليفل إذا كان قليل راح يسوي لنا osteomalacia will interfere with mineralization. Three drug induced inhibition of bone mineralization. And fourth هو defects in the pyrophosphate metabolism. Defects بالpyrophosphate metabolism. هاي اللي هي الـ categories of osteomalacia. The etiology طبعا هو more prevalent in extreme preemies اللي هو ممكن يكون يعني بالأطفال وبالكبار. The extreme age اللي هو الكبار جدا والصغار جدا، هو هذا الصغار جدا يصير rickets والكبار يصير osteomalacia. Okay. Any patients with strict macrobiotic vegetarians diet and persons on anticonvulsant treatment. أكو vegetarian people هم يأكلون بس خضر، مثلا الهنود هم vegetarian معظمهم، السيخ والهندوس هم بعقيدتهم أنه ما يأكلون اللحوم. Okay. فذولا طبعا معرضين للأوستيوميليشيا لأنه major source of calcium هو حقيقة بالميت البروتينز. عندنا anticonvulsant treatment هم interfere with metabolism of calcium and vitamin D. Pancreatic insufficiency, hepatobiliary disease, malabsorption syndromes, hyperthyroidism. Okay, هاي كلها طبعا causes حقيقة of osteomalacia. طبعا هو rare in United States. ليش؟ لأنه يسوون fortification of food. شنو المقصود بالfortification؟ يضيفون الكالسيوم المن للفود. شلون أكو بهم يضيفون الفوليك أسيد؟ الصينيين والبريطانيين يضيفون الفوليك أسيد المن يضيفونه للطعام. ليش؟ لأن الفوليك أسيد is حقيقة necessary for pregnant ladies. Okay, و necessary for the يعني bone marrow function. فالفورتيفيكيشن يضيفون لنا باليونايتد ستيتس يضيفون الكالسيوم بالاكل، فما يصير عندهم ديفيشنسي او ما يصير عندهم اوستيميليشن. كمان ان جريت بريتش اند ميدل ايسترن كانتريز، طبعا بالميدل ايست اللي هو الشرق الاوسط والجريت بريتش اللي هو بريطانيا، هذا طبعا كمان يقول لك الاوستيميليشن. Clinical presentation, generalized body aches اللي هم يساعدهم pain في كل مكانات الجسم and low back pain as well as hip pain. يعني يساعدهم ألم بالظهر وألم بالهب، منطقة الهب باللور باك، يساعدهم generalized body pain, lower extremity pain, deformity, scoliosis, ممكن kyphosis إذا نشوف الpatient of spine, deformities of weight bearing bones. الويت بيرن بونز اللي هي العظام الحامله للوزن اللي هي اللور ليمبس اكيد، يعني الفيمر وال يعني اللور ليمبس هاي البونز اللي هي حقيقه البونز اوف ليجز، طبعا التيبيا والفيبيولا هم دول اللور ليمبس التو بونز التيبيا والفيبيولا. اوكي، دول ممكن يصير عندهم باونك يعني يتقوسون. Muscle weakness leading to classic waddling gait مثل مشي الروك اللي هو الداك سوري اللي هو البطة، مثل مشي البطة يعني هذا المشي هو حقيقة characteristic gait تصير بالpatients اللي عندهم rickets and osteomalacia because of muscle weakness and generalized malaise. يصير عندهم طبعا هاي كلها ممكن تصير عند الpatients and patients بالنسبة للفيتامين دي، احنا فيتامين دي هو عندنا two sites of synthesis of vitamin D or activation of vitamin D.
الليفر والكدني. الليفر والكدني، الليفر يعطينا 25 هيدروكسيليز، والكدني تعطينا 1 هيدروكسيليز، فيصير داي يعني اثنيناتهم اذا يعني اذا كان يصير اكتيفيشن بالليفر اند كدني راح يصير الفيتامين دي ويل بي اكتف حقيقه، اللي هو 125 داي هيدروكسيليز دي 3، هذا هو الاكتف حقيقه. فاذا صار اذا كان الرينال فيلير او رينال دامج ال 1 هيدروكسيليز ويل بي يعني ديفيشنت، ال 1 هيدروكسيليز ويل بي ديفيشنت. ذاتس واي بيشنت وذ كرونيك رينال فيلير احنا نعطيهم 1 الفا تابلتس حتى تسوي ريبليسمنت، لانه الاكسكريتوري فانكشن اوف ذا كيدني ويل بي امبيرد. اوكي، شلون الارثروبويتين يصير عندهم ديفيشنسي اهل الكرونيك رينال فيلير ويصير عندهم انيميا، واحنا نعطيهم الارثروبويتين نعطيهم از انجكشن، فنعطيهم ال 1 الفا تابلتس هاي حتى نعوض الديفكت اللي يصير بالفيتامين دي ميتابوليزم. اوكي، طبعا اذا صار رينال فيلير راح يصير سكندري هايبر باراثايرويدزم، ومثل ما قلنا احنا اذا صار هايبر باراثايرويدزم الباراثايرويد هرمون ويل تيك كالسيوم فروم بون يدزل للبلد ويسوي لنا هايبو فوسفاتيميا، لان يسوي اكسكريشن اوف فوسفيت، فبالنتيجه راح يصير البيشنت عندهم ريكتس. اوكي، اور اوستيميليشن الدايجنوسيس سيرم كالسيوم ويل بي لو اور نورمال. اذا طبعا نورمال اذا كان الباراثايرويد هرمون يعني يشتغل اور يعني اكتيفيتد، السيرم ان اورجانيك فوسفيت ويل بي انكريزد، فيتامين دي ويل بي لو، بلاد يورين نيتروجين اند كرياتينين اذا كان البيشنت عنده رينال فيلير يكونون اليفيتد، الالكالين فوسفاتيز ان باراثايرويد هرمون ويل بي انكريزد، البون بايوبسي تو ديترماين الومنيوم ليفلز، اكس رايز يصير ديمينرايزيشن، سيدو فراكتشرز اللي هو صحر لوزر زونز اذا سامعين بها، سيدو فراكتشرز اور لوزر زونز ان بانك اوف لونج بونز، هاي بالنسبه للاكس رايز. راديولوجيكال اكزامينيشن از اوف ليميتد فاليو لانه يجينا بالاخير حقيقه، يعني بعدين لا تطلع المشاهدات هاي بالنسبه للراديو راديولوجيكال فايندينجز تتاخر، احنا ما نعتمد على راديولوجيكال فايندينجز. اوكي، لازم عندنا كلينيكال سسبشن وعندنا هاي اللي قلتنا سيرم كالسيوم والفيتامين دي والسيرم فوسفورس والبلاد يورا نيتروجين الى اخره. اوكي، السيدو فراكتشرز قلنا لوزر زونز ار سين ان ذا ريبس البلفس لونج بونز، راديولوجيكال اوستيوبينيا and crash vertebral fractures may cause confusion with osteoporosis. يصير عندهم vertebral fractures. A diagnosis of osteomalacia is confirmed with bone biopsy. راح شو يسوي لنا باثوغنومونيك increased thickness of osteoid seams. باثوغنومونيك increased thickness of osteoid seams. Okay. A clinical management correcting serum calcium with phosphorus. Chelating bone aluminium طبعا if needed نعطي aluminium على مود نسوي chelation. Suppressing hyperthyroidism supplement with vitamin D, administration of calcium carbonate to decrease hyperphosphatemia, renal dialysis, transplantation for renal osteodystrophy, correction of associated intestinal disorders. اذا واحد عنده مال absorption syndrome نحاول نعالجه نشوف شنو السبب، اذا كان عنده chronic diarrhea الى اخره. The response راح يكون rapid clinically and radiologically. بعد 4 أشهر the treatment can be stopped. Okay. بعد 4 أشهر نقدر نوقف التريتمنت or the dose of vitamin B is reduced حقيقة نقللها الى maintenance dose. او البيشنتس وذ كرونيك رينال فيلير ريكوير، قلنا حكينا احنا نحتاج 1 الفا بالنسبه للبيشنت وذ رينال فيلير. سكرينينج اوف سيرم كالسيوم ان الكالين فوسفاتيز از نيدد ديورينج تريتمنت تو افويد هايبر كالسيميا. مرات اذا نلح بالتريتمنت راح يصير عندهم البيشنت هايبر كالسيميا، والهايبر كالسيميا هم ديترمنتال يعني هم هارمفول
مثل ما الهايبوكالسيميا هارمفول، الهايبركالسيميا هم هارمفول. الالكلاين فوسفاتيز ريتيرنز تو نورمال افتر تريتمنت، اذا الالكلاين فوسفاتيز ويل بي اليفيتد ان بيشنتس وذ اوستيوميليشيا ويرجع للطبيعي اذا البيشنت يعني تريتد. اوكي باجيت ديزيز اللي هي اوستايتس، اوستايتس ديفورمانس. شو هو الباجيت؟ الباجيت عكس الـ عكس الـ 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 تقريبا عكس الاوستيوميليشيا. الاوستيوميليشيا ديفكتيف مينراليزيشن، الباجيت ديزيز لا اكسسيف مينراليزيشن، يعني بناء للعظم غير مدروس، بناء للعظم غير مدروس. اذا اكسس اوف بون ديستركشن اند ان اورجنايزد بون فورميشن، يعني يبني العظم بس بطريقه غير علميه، غير يعني غير مدروسه. And repair the second most common bone disorder in the United States. لاحظوا إن البادجت ديزيز كلش common بالUnited States. The etiology is unknown. طبعاً usually affects the axial skeleton. The axial skeleton هو السكيلتون حول العمود الفقري، حول الوسط، حول العظام الوسطية. Okay. زين. The vertebrae and skulls, though the pelvis. A tibial femur or the other common size of disease. Okay. قلنا الباجت ديزيز هو زيادة وليس نقصان بالمينراليزيشن. بس الزيادة غير علمية. غير علمية. غير مدروسة. Most persons are asymptomatic and diagnosis is incidental. همزياً الحمد لله أنه معظم المرضى يقول لك asymptomatic. الفاسكولاريتي is increased لأنه excessive mineralization راح يصير vascularity increased in affected portions of skeleton. فإذا زادت الفاسكولاريتي راح يكون hot، الأريا تكون حارة. Lesions may occur in one or more bones does not spread from bone to bone. Deformities, bony enlargement often occur. طبعا أكيد bony enlargement تحس يعني السكال ممكن يكون البيشنت تحس أنه راسه كبران. ليش؟ أنه bony enlargement يعني قلنا excessive mineralization. Bound of the limbs, الأطراف هم يصير بها bound تقوس. Spinal curvature in person with advanced disease هم يصير عندهم increased curvature. The bone pain طبعا the most common symptom هو the bone pain usually worse with ambulation. إذا واحد يمشي أو يتحرك أو يشتغل أو يركض راح يصير the bone pain will be increased. Okay. Involved bones may feel كنا spongy warm because of increased vascularity. Skull pain is usually accompanied with headache, warmth, tenderness, and enlargement of head. Pathologic fractures ممكن تصير بما أنه البون انبنى بطريقة غير علمية، إذا راح يصير هو liable حقيقة for fractures because of increased vascularity of the involved bone. Bleeding is a potential danger. لاحظوا طبعا بالمناسبة إذا increased vascularity مرات حتى إذا يكون generalized يعني patched disease ممكن البيشنت يصير عنده يعني conception of vascularity ويصير عندهم heart failure. اكو بهم يصير عندهم ممكن يصير عندهم هارت فيلير لانه البلد يروح للاماكن اللي هي اكتف ويعيف الاذر سيركيليشن والانكريز ذا هيموداينامك ستاتس اوف ذا بيشنت. الكلاين فوسفاتيز هم انكريز حال اوستيوميليشيا. اوكي لانه هو بالنسبه للالكلاين فوسفاتيز يعتمد على الاوستيوبلاست اكتيفيتي، على الاوستيوبلاست اكتيفيتي. Okay. Serum calcium are normal except with generalized disease or immobilization. Gout, hyperuricemia may develop as a result of increased bone activity which cause an increase in nucleic acid catabolism. إذن لاحظوا serum calcium ممكن يكون normal وممكن يكون low. Okay. والgout والhyperuricemia ممكن يصير عندهم هم. Radiographs reveal radiolucent areas. طبعا اكيد راديولوسنت اريز لانه مو كله يعني البون كله صار في بون فورميشن، اكو اريز يصير بها راديولوسنس. اوكي تيبيكال اوف انكريزد بون ريزوربشن ديفورميتيز فراكتشرز هم ممكن نشوفهم. الجولز اوف تريتمنت هو تو ريليف بين تو بريفنت فراكتشر اند ديفورميتيز اند فارماكولوجيك ايجنتس اللي هي حقيقه شغلها تو سبرس osteoclastic activity اللي هي البيسفوسفونات البيسفوسفونات and calcitonin. البيسفوسفونات والكالسيتونين are effective agents to decrease bone pain and bone morph and also to relieve neural decompression, joint pain and lytic lesions. إذا لاحظوا التريتمنت هنا تختلف
عن الـ عن التريتمنت مالت الاوستيوميليشيا. هنا نستخدم البيسفوسفونات ونستخدم الكالسيتونين. اوكي ممكن نستخدم الانالجيسيا النون سيرودال انتي انفلاماتوري دراجز، ممكن نستخدم السيرجيكال اسيستيف ديفايس البيشنت هو ليبل تو فور فراكتشر، نستخدم المساعدات اللي هي موجوده حقيقه كلش بكثره اللي تحاول تسند الاطراف، ممكن الكين الوركرز الى اخره. الديفورميتيز مي بي كوركتد باي سيرجيكال انترفنشن اللي هو اوستيوتومي، والاورف مي بي نيسيسري فور فراكتشرز. الاورف اللي هو اوبن ريدكشن اون انترنال فيكسيشن، الاورف هو مختصر مال الاوبن ريدكشن اون انترنال فيكسيشن. يعني شلون؟ يعني البيشنت اذا عنده فراكتشرز نفتح الفراكتشر الفتحه صارت اوبن ونعدله ريدكشن ونسوي له فيكسيشن بالوايرز بالبراغي. اوكي اذا اوبن ريدكشن اند انترنال فيكسيشن هي واحده من السيرجيكال اوبشنز فور فراكتشرز. اوكي هنا الاوستيوبوروسيس، طبعا الاوستيوبوروسيس هو حقيقه وايد وورلد وايد اند كومن حقيقه ديزيز. الاوستيوبوروسيس اللي هو هشاشه العظام او التنخر العظامي يسموها، وهو حقيقه صارت هسه موضه جديده هسه. اي مريض يجي دكتور انا عندي هشاشه وعندي كذا، يعطي الهشاشه يوجوالي افتر ذا ايج اوف 60 تبدي الهشاشه مال العظام، عند الكل عند الكل اللي هو سينايل اوستيوبوروسيس. مو فد شيء يعني مو فد شيء غريب او دنجرس البيشنت يجيك يقول لك عندي هشاشه وانت تقلق من هذا الشيء، لانه الهشاشه هي كمان بالاولد ايج. اكو ممكن certain conditions طبعا will accelerate osteoporosis in earlier ages. نعم drugs اكو مثلا اكو في the chronic disorders ممكن يسوي لنا osteoporosis يعني in the يعني earlier age. ممكن ممكن بس الاوستيوبوروسيس هو حقيقه كمان in the يعني with increasing age. اوكي شنو الاوستيوبوروسيس؟ هو low bone mass. low bone mass كمية البون تكون قليلة. شوفوا لاحظوا كمية البون تكون قليلة، هاي يعني محتوى البون يكون قليل. And structural deterioration طبعا إذا كان كمية البون تكون قليلة راح يصير structural deterioration، راح البيشنت ليبل فور فراكتشر. You cannot طبعا do his daily activity in a perfect way. اوكي هاي الصورة هن بون ماتريكس النورمال ايش لاحظوا، واذا كان بالاوستيوبوروسيس هنا الحقيقه تو بكتشر ماتش ديفرنس بتوين بوث. اوكي طبعا هو 8 تايمز مور كومن ان وومن، اكثر شيء بالوومن مور ذان مين فور سيفرال ريزن. شنو السيفرال ريزنز اللي تخلي الوومن اكثر شيء معرضات للاوستيوبوروسيس؟ صحيح انه احنا نشوف الاوستيوبوروسيس اكثر شيء بالوومن. شوفوا اللو كالسيوم انتيك ما ياخذون كالسيوم هوايه مقارنه بالمن. less bone mass هو اصلا النساء البون ماس مالتهم اقل من الرجال. bone resorption begins earlier and accelerate after menopause. اذا الهرمونال تشينجز لها علاقه بالموضوع، يصير acceleration of bone resorption after menopause من تنتهي الفيميل هرمونز والمنسترال سايكل ستوب، راح يصير البون ريسوبشن والانكريز بريجننسي اند بريست فيدنج، راح يقلل لنا البريجننسي ديبليت وومنز سكيليتال ريزرف اوف كالسيوم. طبعا الطفل يحتاج كالسيوم ياخذه من الام بال اللاكتيشن، والبريجننسي هم الطفل ما طالما هو في احشاء الام يحتاج كالسيوم. longevity increase likelihood of osteoporosis، معروف انه النساء يعيشون اكثر من الرجال، فالطول العمر increase likelihood of osteoporosis. هاي الاسباب اللي هي تخلينا ليش الومن اكثر شيء يتاثرون بالاوستيوبوروسيس. عندنا other risk factors اللي هو اكسس الكهوليزم، طبعا النساء الناس اللي يشربون خمر معرضين، سيجارت سموكينز انكريز، انوركسيا، اوفراكتومي، سيدنتري لايف ستايل اللي هو سيدنتري لايف ستايل دول اللي ما يتحركون اللي هم ما عندهم اي نشاط واي رياضه، انسفيشنت كالسيوم انتيك، لو تستوستيرون ليفلز بالبيشنتس اللي عندهم هايبوغونادزم
طبعا بالميل هذا التستوستيرون هو هو ال 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 الاندروجين اللي هو الاندروجين، التستوستيرون هو الاندروجين اللي هو الهرمون مالت الذكر مالت الميل، بينما الفيميل يقابله بالفيميل هو الاستروجين بالنسبه للفيميل استروجين، وبالنسبه للميل اندروجين او تستوستيرون. تستوستيرون اذا كان لو تستوستيرون هم يسوي لنا اوستيوبوروسيس. الايتيولوجي peak bone طبعا mass is achieved before the age of 20، قبل 20 سنة يكتمل البون ماس. البيك بون ماس طبعا هو النمو يتوقف خلال هاي الفترة، نمو مال الشخص طوله وعرضه وكذا راح يتأثر طبعا بالنسبة للسكيلتن، اما بالنسبة للسمنة لا، كمية الشحوم هاي لا ما لها علاقة بالعمر. احنا نحكي على البون سكيلتن، سكيلتن هو يتوقف بعمر العشرين. البون لوس after mid life is inevitable but rate of loss is variable. اي قلنا احنا مع تقدم العمر اكو بون لوس، راح يصير بون لوس، راح تقل البون ماس. البون ريزوربشن اكسيدز بون ديبوزيشن، دائما 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 البون ريزوربشن امتصاص البون اكثر من بناء البون، هاي معروفه مع تقدم العمر، دائما مع تقدم العمر انه بناء البون راح يقل، بناء العظم يقل عن ال deposition البون formation. bones become weakened and prone to fracture, loss of height and kyphosis. هاي بالنسبة لتقدم العمر. okay. disease associated with osteoporosis. شنو ال disease اللي ممكن تصير تجي البيشن يجيك البيشن عنده osteoporosis. intestinal malabsorption بالتأكيد لأنه قضية تتعلق بالكالسيوم والفيتامين دي absorption إلى آخره والفوسفورس absorption. And other metals which is necessary for bone formation. Kidney disease. Yes, kidney disease. إلها علاقة قلنا إحنا حكينا على الأوستيوميليشيا. Rheumatoid arthritis. هم إلها علاقة. Chronic disease. Hyperthyroidism. Chronic alcoholism. Cirrhosis of liver. Hyperthyroidism and diabetes mellitus. كلها هاي ممكن تصير association with osteoporosis. Okay. طبعا هو سايلنت ديزيز بالتاكيد لانه ما يبين اعراضه، ما تبين البيشنت يجي هم الناس اساسا بهالعمر المتقدم يجون لك يقول لك دكتور ظهري يوجعني، رجلي يوجعني، جسمي ما يشيلني الى اخره. هاي الاعراض كلها ممكن تكون ديو تو اوستيوبوروسيس، ممكن تكون ديو تو اذر ديفكتس، على اعتبار انه البيشنت وذ انكريزنج ايج راح يصير عنده ديفكت بالسكيلتون ان جنرال. الدايجنوستس بون مينرال دنسيتي، بون مينرال دنسيتي اللي احنا قلنا بون ماس ويل بي ديكريزد، اند دوال انرجي اكس راي ابزوربشي ماتري اللي هي ديكسا، اذا سامعين بالديكسا هاي هي اكس راي خاصه حقيقه لاكتشاف الاوستيوبوروسيس. الهيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن وذ كوانتيتيف التراساوند. Treatment, diet therapy, weight bearing exercise, decrease risk factors, اللي هي quit smoking, توقف عن التدخين and decrease consumption of alcohol. كلها هاي ودراجز. عندنا estrogen replacement. قلنا بالنسبة للفيميل estrogen, calcium and vitamin D. Calcium and vitamin D supplements, calcitonin, bisphosphonates. تقريبا تشبه الـ treatment of Paget disease. Selective estrogen receptors modulators, teriparatide اللي هو parathyroid hormone. Teriparatide هو parathyroid hormone. Okay. هذا stimulate bone formation. أو عندنا parathyroid hormone قلنا اللي هو teriparatide. ممكن يستخدم طبعا as single subcutaneous daily dose اللي هي teriparatide. Okay. الحمد لله رب العالمين. خلصنا المحاضرات التسعة. تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.